ولك عين كافيين معكم اكيد. وبحب اذكركم بالحلقه الخاصه اللي راح تكون ب 1 ديسمبر نهار الاربعاء الجاي اللي راح نستقبل فيها خبراء بالسير، جمعيات عنا بالسلامه المروريه، ممثلين عن الدوله ومحطات خاصه عن الطرقات بلبنان، لنختتم فيها هالشهر شهر المخصص لحمله التوعيه على السلامه المروريه. اما هلا بننتقل لعند روا بي على صحه السلامه. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. فاذا اليوم عنا اتصالات. مزبوط. و يعني التليفون صار مفتوح للكل. أكيد. ولكن طبعا عندك كمان ايميلات بتحبي تجاوبي عليهم. اكيد. فانا ناطره اتصالاتكم لان صرنا فتره ما عم نقدر ناخذ اتصالات مباشره على الهواء، عم بيكون في تغيير بالسكادجول، فاليوم فينا نحكي مباشر مع بعض. شو عنا ايميلز؟ خليني اعطيكي اول واحد. تفضلي. اوكي. السؤال بيقول انه عندها اوستيوبوروسيس، شو هي الرياضه المناسبه اللي لازم تقوم فيها واذا فيها تعمل مساج؟ هيدا سؤال كثير مهم، لانه طبعا الاوستيوبوروسيس او ترخق العظام بتوقف باي مرحله انت، يعني هل بعدك بالمراحل الاولى او صار لك عده سنوات، قد ايه عم بتكون كثافه العظم، عم تتعالجي مزبوط، كل هالامور بتجاوب على نوع الرياضه اللي فيكي تعمليها واذا ممكن تقومي بمساج. رح اعطيكي مثل نوع الرياضه. مساجها كمان ما بيختلف طبعا، وهذا اللي بدي اقول عنه. رح بلش اول شيء بالرياضه. الرياضه كثير مهمه للوقايه من ترقق العظام، وللاشخاص اللي عندهم ترقق عظام لازم يقوموا برياضه، لكن مش كل انواع الرياضه. ليه؟ لانه بنخاف عليهم من الكسور. فاذا الحركات اللي فيها تويست للخصر، يعني بنحني الخصر او بنبرمه، او السيت ابس بكون نايمه على ظهري بقوم بدي اعمل حركات المعده، هدول ممكن يصير منهم فراكتشر، ممكن يصير في كسر. فاذا الرياضات المحبذه انها تكون مشي، ايروبيك خفيف كثير، يوغا. يوغا بس كمان يوغا بحسب البوزيشنز، يعني اذا بدنا نقعد وبطريقه نعمل ضغط نقعد ننحني لقدام. بس للبيجنرز او قصص هيك سهله. ايه بدها تكون فعلا يعني كثير مدروسه، وبده يكون الشخص اللي عم بيعطينا يوغا بيعرف انه نحن عندنا ترقق عظام، وبدنا نكون ماخذين اذن من الطبيب انه وضعنا بيسمح لنا، لانه اذا انا بس بدي اقعد انحني لالمس راس القدمين، يعني لالمس الاصابع، هيدي ممكن يصير فيها كسر اذا عملت ضغط شوي. اوكي. فاذا كتير خطيرة القصة. ممكن نمشي على مهلنا، ممكن نمشي على التريدميل، مشي شوي سريع، ايروبيك كتير خفيف، وانا برأيي نستشير طبيبنا او حتى تستشيري طبيبك قبل نوع الرياضة لازم تعمليها، بس بشجعك تعملي رياضة. هاي اول شغلة. تاني شغلة بالنسبة للمساج، كمان نوع المساج، اذا كان مساج ريلاكسينج يعني خفيف بس لاسترخاء العضلات ممكن، لكن نستشير طبيبنا. لكن اذا كان مساج شوي قوي فيه ضغط مثل التاي مساج مثلا، فيه كتير ضغط او حركات قاسيه، لا، اللي عندهم اوستيوبوروسيس ممنوع. او مساج اللي بيعملوه ليقولوا للتضعيف للتنحيف اللي هو فيه كمان ضغط كتير كمان ممنوع. عندنا اتصال. عندنا اتصال من تراز. صباح الخير تراز. بونجورين يا اهلا، تفضلي. الحمد لله. انا بحبك كثير قبل ما اسال. تسلمي. ميرسي. وانا كمان بحبك كثير. كثير مهضومه. ليك حبيبي عندي سؤال. تفضلي. يعني ابني عنده ريفلو كثير مزعج، يعني صار عنده كثير وسعه بالاوزوفاج عنده. اوكي. وقالوا لي في عمليات جديده بالنادور، يعني بتكون سهله، ما في شق ما في شيء. بدي اخذ منك فكره، يا هل ترى عم تنجح هالعمليات؟ اوكي. وعمره 24. 24 سنة. نعم. وهلا عن جديد ولا هو كان عنده هالمشكلة من قبل؟ لا، من هو صغير. اوكي. بس ما كنا كثير نعرف انه بيستفرغ كثير وكذا. طيب، وانت استشرتي طبيب، يعني شفتي؟ ايه. عدة مرات ونعمل نادور وقصص، ويعطونا رجيم اكل، يعني اكثر شيء ينتبه للاكل. اوكي. بس بتعرفي شاب يعني ما عنده يعني أوكي. بده يشرب شوي سيجارة شوي، بس انه ضعيف كثير، يعني ما الاكل ما بيبقى عم بيروح. اوكي. وال يعني طبيبه اللي نصحك بالعملية؟ هلا سمعت. لا، طبيبه ما نصحني صراحة. بس هلا في اشخاص بالنادور عم بيقولوا كثير عم تنجح. اوكي. بدي اشوف يا هل ترى عم ينجحوا. اوكي.
لكن تريز انا اللي بعرفه اللي هو افضل شيء بالنسبه للريفلكس او الاسترجاع انه طريقه الانواع اكل معينه بده يتجنبها لحتى ما تعمل له هالريفلكس هيدا ليرجع الاسيد لفوق. ثاني شغله شوي تغيير باللايف ستايل، بمعنى يتعشى بكير مش دغري قبل الاكل، ممكن نعلي راس التخت شوي، نحط نعلي يعني حتى يكون شوي الراس اعلى من باقي الجسم، التدخين نخفف منه، الشرب نخفف منه. لكن بالنسبه للعمليه بعد حقيقه ما عندي معلومات انه في عمليات وعم تنجح، فاللي بدي اعمله انه اعمل لك ريسيرش على هالموضوع، وتنين الجاي بخبرك الجواب. اوكي، فتابعيني تنين الجاي ان شاء الله بنحكي بنفس الوقت اللي مثل هلا بنحكي عن العمليات اذا فعلا عندها جدوى. وطبعا في دواء بيتاخذ اللي هو بيتاخذ على طول الصبح قبل الاكل لحتى نهيئ المعده لحتى يدخل الاكل وما يصير في عمليه الاسيديتي القويه او الاسترجاع. فاذا منكفي كمان اتصالات، ناخذ سميره. سميره صباح الخير. بونجور. بونجوريني، اهلا. كيفكم اليوم؟ تمام. كيفك سميره؟ اوكي. يا اهلا. بدي اقلها ست روان، عندي بنتي عمرها 3 سنين. نعم. بتلبس قياس 2. اوكي. ايه ضعيفه وقصيره. اوكي. اخذتها عند الدكتور، عمل لها فحص ايدي، عمل لها انه هي قصيره بس شي نص سنه، يعني بدل ما تكون هلا عمرها 3 سنين يعني كسنتين ونص. يعني اقل من المعدل الطبيعي لعمرها؟ ايه. هيك براي الطبيب، يعني ايه بحسب التشارتس، حسب البيانات هي اقل من عمرها بالطول وبالوزن؟ مزبوط. اوكي. شو لازم نعمل؟ هون اكيد بدك تشوفي مع الطبيب، يعني بده يكون في متابعه على هالموضوع. طالما عم تهتموا باكلها مزبوط، يعني عم تاكل مثل ما لازم، ما في نقص بهالناحيه انه اكلها متنوع مغذي كل هالشيء، هون بدكم تراقبوا مع الطبيب. وفي يعني في تدخل بيصير بعمر معين لحتى يلحقون بس بهالعمر مش بعد بكير، لانه في كثير اولاد بعدين على كبر بيرجعوا يعني بعتقد هي بعد وقت بيرجعوا بيكبروا اسرع. ما هي هلا بتختلف. نعم. عبونا إيه انا هلا هي عملت 3 سنين بس انه تيابا نيميرو 2. اوكي. يعني ان شاء الله انه بعد تكبر، بس هي هلا بلشت تحسن اكلها، بالاول ما كنت تاكل مضبوط. اوكي. طيب هلا اللي بدكم تعملوا انه تخليكم تضلوا منتبهين على اكلها وتتابعوا انه اكلها يضل متحسن، بمعنى عم تاكل مضبوط من ناحيه الكميه ومن ناحيه النوعيه، وتضلوا عم بتتابعوا مع طبيبها لانه في تدخل بصير، واهم شيء قبل مرحله البلوغ، يعني بصير بعمر بعتقد يعني ما بدي يكون جازمه بهالموضوع لانه يمكن تختلف من حاله لحاله، لكن ببلشوا يمكن من عمر 5 سنين او 6 سنين، فهون الطبيب بشوف حسب وضعها. يعني كثير منيح انكم انتبهتوا هالشغله وخليكم عم بتتابعوا، بس اهم شيء انتم الدور اللي فيكم تعملوه انكم تنتبهوا لاكلها مثل ما لازم وتضلوا تحمسوها انه تاكل شيء مفيد لها ومغذي. بنكفي كمان بالاتصالات، معنا ليليان. اي بونجور. بونجورين. هاي. كيفك؟ تمام يلا معك كمان روى. احكي الدكتورة. تفضلي كيفك ليليان؟ دكتورة. اهلا كيفك؟ انا بس بدي عندي سؤال، انا عندي تكلس بكتافي. نعم. هلا عملت صور، اعطاني الحكيم دواء قال لي اذا مرقتي بدنا نشيلهم نعملهم على الليزر على النادور. اوكي، شو هن اللي بدنا؟ انا سؤالي في حال شلتهم معقول يرجع يطلع تكلس؟ اوكي. هيدا هلا كمان شو بيأثر في حال شلتهم، شو بيعود يأثر لبعدين؟ شو بيعود يأثر؟ لا حسب، لانه شوفي التكلس كلمه كثير كبيره، يعني هي اذا فينا نقول امبريلا او مظله لعده حالات، فمنقولها تكلس لكن هي في كثير حالات لها. انا حسب ما بستنتج، اكيد انا ما عم شخص، لكن انا حسب ما عم بستنتج من كلامك انه يمكن يكون في نتوء بالعظم بعض مثل الكتف عم بتحف على هالمادة اللزجة الموجودة على المفصل وبالتالي عم بتذوبه، فبعتقد اللي بده ينعمل بالنادور انه ينشال هالنتوء من العظم، يعني مثل تخيلي نشارة خشب، عندك خشبة طالع منها نسرة. نعم. هالنسرة عم بتحف وتروح هالمادة الجيلاتينية او المادة الغضروفية اللي عم بتغلف المفصل، بالتالي بصير في ألم وبصير في تكلس. نعم. اوكي؟ نعم. فاللي بفهمه عم بيقول لك نادور انه بدها تنشال هالنسرة. نعم. وبالتالي بنحمي هالغضروف
الصفوف او هالماده اللزجه اللي عم بتغلف في المفصل. بالمبدا ما مفروض يعني يرجعي، بالعكس يعني مفروض ترتاحي. هيدا اللي هلا انا فهمته من حديثك. فهيدي العمليات بتنعمل وما في مشكله، بالعكس كثير منيح كل ما عملناها على بكير، لانه بنكون حمينا الغضروف ما انه نخسره هالماده اللزجه، هيدا الجل الموجود بدل ما نضل عم نحف عليه وينشف وبالتالي يصيروا العظمات عم يفركوا على بعض، لا نحن عم نحميه من انه يتجروح وينشف. اوكي، فانا اتصال سريع كمان من فاطمه. صباح الخير يا اهلا. اهلا بونجور، تفضلي. صباح الخير. تفضلي، اهلا. صباح النور. بدي احكي مع مدام رواء. مين معنا؟ فاطمه، كيفك فاطمه؟ الحمد لله، كيف كنتي؟ الحمد لله، تفضلي. بدي احكي مع مدام رواء. ايه عم بحكي، تفضلي معي. مدام انا صار عندي مشكله من شي 15 يوم بالكبد. اها. فصار عندي اصفرار. اوكي. دخلت مستشفى، عملوا لي فحوصات A و B و C وطلعوا كلهم نيجاتيف. والاي كمان؟ لا؟ ايوه. اوف. اوكي. فضل عندي هيدا الاصفرار وهيك، وطلعت انه من النوع اللي ما بيعدي. ايه. فهلا انا بس شو هي؟ المستشفى صرت شوي منيحة. نعم. طلعت من المستشفى انه صرت نوعا ما منيحة، يعني راح خف الاصفرار عندي. اوكي. ايه. بس انا اللي بدي اعرفه انه بالنسبه لهيدا بدي ضل عندي بالمشكله بالكبد بده يروح، وبس بدي منك سؤال، شو الاكل اللي لازم انا اكله عرفتي واللي لازم ما اكله؟ اوكي. طيب أوكي. هلا بس انت ما يعني ما فهمت منك اي نوع هيباتايتس، لانه حسب ما عم بفهم اذا في اصفرار يعني في هيباتايتس. ايه. وعلى الارجح هيباتايتس اي حسب ما عم يعني حسب ما عم. طلعت الاي نيجاتيف والبي والسي ثلاثتهم طلعوا نيجاتيف. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف، بس اللي بدي اقوله انه يا ريت ترجعي تفهمي مزبوط شو اللي صار معك وترجعي تحكيني. بس اللي بقدر اقول لك اياه، اذا كان على الارجح اللي هو اكثر شيء شائع الهيباتايتس اي، بدك تاخدي الاكل خفيف الدهون، يعني كل شيء مسلوق، ما يكون فيه دهن كثير ودسم كثير، لحتى للمرحله اللي تشفي فيها، واكيد بخف الاصفرار. واللي بصير انه الاشخاص اللي بصير معهم صفيرة ببطلوا يقدروا يتبرعوا بالدم. هيدا اللي بقدر هلا اقول لك اياه بايجاز لانه خلص وقتنا، بس اذا بتحبي ترجعي تستفسري مزبوط اي نوع هيباتايتس وخبريني بعطيكي كل التفاصيل. اوكي فاطمه؟ فيها ترجع تحكيكي نهار الاثنين بنفس الوقت. أكيد. ان شاء الله. ميرسي لك وعلى التبس اللي اعطيتينا اياهم لليوم. بعد في اسئله بدها اجوبه، ولكن المره الجايه ان شاء الله. اكيد اكيد نتوقف عن فاصل علينا، من بعدها اكيد بننتقل عند شيف شادي بورشه ملح وخفيف نضيف مع كارلا.